سؤال من أخ موسى من سوريا، قال صفة التسليم عند المالكية في نهاية الصلاة فقط، يقول المرء السلام عليكم، هذه صفة متفق عليه، يعني السلام عليكم هذا هو الواجب عند جميع الأئمة، السلام عليكم ده الواجب. أما زيادة ورحمة الله قال فيها خلاف عندنا في المالكية، هل يزيد أو لا؟ فلو اقتصر على الواجب وعلى اليمين فقط جاز ذلك، أما السلام على اليسار ليس عندنا هنا السلام على اليسار في المذهب المالكي، إلا للمأموم إن كان عن يساره أحد. فهو يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أن يقتصر على السلام عليكم.